بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شباب في قناة المحترف السوداني، واليوم إن شاء الله في أول درس من السلسلة الذهبية، سلسلة شروحات الربح من الإنترنت اللي جبنا لكم موقع حصري، موقع مفيد، موقع حيغير لك حياتك للأفضل. طبعا الموقع بيديك يعني دخل ثابت وشهري زي من $2000 الى $10,000 في الشهر، ده كله على حسب مجهودك وعلى حسب يعني العمل كيف. طبعا لو تلاقي الشغل بيكون كيف، هو عبر الاستطلاعات، يعني انه الموقع هو عبارة عن منصة للشركات الكبرى بتطرح المنتجات بتاعتها والتطبيقات والبرامج او الاعلانات عامة. فهو الموقع بيقوم بيديك الاستطلاعات دي، فيلا بيقول لك مثلا شركة مايكروسوفت بتقول لك مثلا افضل ويندوز 10 او ويندوز 7، انت بتختار مثلا ويندوز 10 وغيرك بيختار 10 وكده، يعني في الشركة بتقوم بتشوف انه ويندوز 10 افضل، بيقوم بيعمل له تطوير، فانت بتكسب شنو من كده في الاستطلاعات. اقل استطلاع بتدوب في $1، في استطلاعات بتصل لغاية $20، في لغاية $40، ده على حسب الشركات وعلى حسب يعني حجمها وكده يعني. طيب لو قلت لي انه الشركات دي بتستفيد شنو، $1 او $2 حتى $40 دي بالنسبة لها ولا حاجة، لانك انت كأنه يعني انت بتقول لهم انه يعني يطوروا في المنتج بتاعكم ده، هم بيطوروا حيكسبوا اكتر وانت كمان حتكسب اكتر. طيب يعني الموقع سهل جدا، في خلال شهر بس بخليك تحصل على اموال ضخمة جدا. بس انا مطالب منك بس تشير الفيديو ده لكل اصدقائك عشان كل الناس يستفيدوا، لانه يعني دي سلسلة سهل الاحتكار، نحن ما دارنا نحتكر شيء، دارنا نفيدكم انتو كمان فيدوا الغير يعني. فاول حاجة انت بتلقى الرابط رابط الموقع اسفل الفيديو، بيظهر معاك بالشكل ده بدون اختصار روابط بدون اي شيء. فانت بتقوم بتعمل شنو، تضغط هنا شايف دي، تضغط على register now عشان تسجل حساب جديد. طيب اوكي، بس المشكلة انه الموقع فيه يعني شروط يعني صعبة شوية هي. بس انت اذا يعني اشتغلت فيه شوية بتقدر تنفذ الشروط دي. نشوف الشروط ونشوف طريقة التسجيل كيف. ويلا طبعا اول حاجة لما تضغط على register now بتظهر معاك الواجهة دي، بتدخل هنا النيم، ومن هنا بتدخل مثلا اصل العنوان بتاعك، مثلا انا هنا عنوان بتاعي السودان، تدخل هنا العنوان الثاني لكن ده اختياري يعني ما ضروري تختاره، الكيتي او السيتي تختار المدينة بتاعتك، ومن هنا تختار ده برضو يعني اختياري، هنا تختار الكود بتاع المدينة بتاعتك، ومن هنا تختار الكنتري، تفتش على الكنتري بتاعك، انا الكنتري بتاعي السودان. طيب انا سحب اوريكم كيف تسجل، انا اصلا مسجل حساب، ومن هنا بتختار يقول لك تكتب الايميل بتاعك مثلا هذا، ومن هنا يقول لك تعيد الايميل مرة تانية، ومن هنا يقول لك تدخل الباسورد وتعيد الباسورد مرة تانية، من هنا قال لك تكتب يس، قال لك هل I don't know بس انت تكتب yes. فبعد ده بتقوم بتعمل sign او register، فبيقوم بيجيك رسالة في الايميل بتاعك للتفعيل. طيب انت بعد ذاك بيقول لك ادخل الكود بتاع التفعيل زي الواتساب كده بتدخل، وبعد ذاك بنقولك للصفحة دي، طبعا دي الصفحة بتاعتي بتاعت الحساب اللي انا عملته. طبعا هنا بيكون تبدأ الشغل، الشرط لك يلا عشان الشرط ده ما يعني ركز فيه كده وشوف اذا بتقدر عليه ولا لا. هنا قال لك ضرابط الاحالة بتاعك، لازم تجيب 300 نفر او شخص يتسجلوا عشان تقدر تدخل للسحب او يعني الشغل. طيب قال لك الشغل بقسمين، القسم الاول في النفر الواحد بديك 1 سنت، ركزوا شوفوا التاني دي حتكون كم، لما تتم ال 300 نفر او تتم ال $40، هو اصلا الموقع بيديك $10 محتاج منك $30، وفي النفر بيديك 1 سنت ده له 300 نفر،
في المجموعة تديك $10 على كل واحد، وزي ما انتوا شايفين موضح قدامكم $10 على كل شخص يتسجل في الموقع. وطبعا زي ما قلنا لكم بعد ما تتم 300 نفر بيديك $10 على كل شخص يتسجل. الرابط حقك طبعا انت بتشيل الرابط زي ما انتوا شايفين، بنشيله لغاية هنا وتعمل له كوبي وترسله لأصدقائك انه يتسجلوا في الموقع. طبعا طريقة الشغل بعد ذا كيف، بيرسل لك الاستطلاعات عبر الايميل بتاعك. مثلا في التلفون بيجيك الرسالة في الجيميل والرسائل او الاستطلاعات في الجيميل، فانت بتحل او بتجاوب عليها في مكانك. وزي ما قلت لكم في كل استطلاع بتحصل على من 1 لغاية $40. ويعني الموقع ده موقع عالم وموقع مشهور جدا وموقع صادق بنسبة 100%، لانه فيه المليارات من عمليات السحب عبر الانترنت. طبعا انا ما قدر اسحب لانه انا ما عديت 300 نفر لسه. فيلا انتم ان دار تعمل يعني تعرف انه الموقع ده صادق، اكتب على الاقل في جوجل طريقة السحب من موقع ايرن ذا جوبز تقريبا، ايرن بارت هذا هو لماذا. فانت تكتب يعني اثباتات السحب من هذا الموقع ايرن تايم جوبز، فبيجيب لك الالف والمئات الالف من الناس اللي بيسحبوا يوميا وشهريا من الموقع ده. طبعا اليوم انا حبيت افيدكم بالموقع ده عشان يعني تستفيدوا وتربحوا وتغيروا حياتكم، بس انتم كمان فيدونا بلايك واشتراك وتابعوا جميع الفيديوهات. واذا عندكم اي سؤال او استفسار ما تبخل علينا في التعليقات ولا اطلبه، وان شاء الله بنرد عليكم فوري. واستنونا برضو في فيديوهات كتير ومواقع رهيبه ومواقع حصريه. كان معكم محمود صلاح من قناه المحترف السوداني، والسلام عليكم.